السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان كان في 3 دي ماكس كان بيطلع عين الواحد على ما يرسم الأشخاص ويديهم حركة، وطبعا بيحط شخص شخص وبتديله مسار، كان بياخد وقت كتير جدا. دلوقتي بقى في 3 دي ماكس 2014 الموضوع بقى سهل جدا ولذيذ زي ما شفت إن شاء الله مع بعض. تمام، هو أضاف لي أداة ما بيبوليت، ببدأ أحط الأشخاص وتلاقي الموضوع سهل وبسيط ما بياخدش وقت زي ما هتشوف دلوقتي. أول حاجة هرسم الأرضية بتاعتي، أقول له بلين واقول له خلي دي مثلا 75 ودي 75 متر. تمام، وابدا بعد كده ارسم العماره على سبيل المثال. تمام ماشي، بعد كده هبدا احط بقى المسار على الاشخاص، اقول له كريت لو، اقول له مثلا انا عايز من هنا وهاجي احدد العنصر دوت انا بعدل عليه. من هنا ممكن ازود الاشخاص او اقللهم زي ما انا عايز، زي ما نشوف دلوقتي مع بعض. هشوف الميل والفيميل، عايز الاكثر ممكن اقول له كله فيميل او كله ميل، ممكن تكون جامعة للنساء مثلا، اكبر جامعة في النساء موجودة في السعودية، اقول له فيميل او اقول له ميل زي ما انا عايز، او اقول له وسط بالاثنين. تمام، ممكن ابدا احط اماكن الناس تقف تتكلم فيها كريت، عشان ما يبقاش الناس كلها ماشيه ومفيش حد واقف بيتكلم. لا ممكن احط كده، ممكن احطها في قلب المطار نفسه مفيهاش مشكله، وده باب المستطيل برضه ممكن في ناس واقفه هنا بتتكلم، وبرضه اقدر اتحكم في عددهم ومكان دائري. والميزه ان انا هقول له دلوقتي سيموليت، هتلاقي الحاجات خفيفه مش تقيله. هتلاقي ان انا ممكن اجي هنا اقول له وريني الحركه، ليه انيميشن الناس بتتحرك، انا بقدر احرك الملف بتاعي بشكل بسيط. تمام، واحد بيتكلم في التليفون وده برضه بيرغي في التليفون. تمام، ممكن اتحكم في الناس دول برضه، عايز احرك واحد يمين شمال مفيش اي مشكله. ممكن هنا برضه اجي في المطار اعدل فيه زي ما انا عايز، اعدل في النقط مثلا في نقطة عايز تجيبها كده شوية كده شوية زي ما انت عايز مفيش مشكلة. تمام، الحاجات بتاعتنا يعني، ممكن عايز تكبر الويت شوية، ممكن عايز تقلل الناس أو تكثرهم، عايز مثلا المنظر يبقى فيه ناس كتيرة، تقول مثلا في حتة هنا زحمة شبرا ولا حاجة أو حتة رايقة زي ما انت عايز. خلي بالك أنا بقول له اعمل حركة، الحركة باينة سهلة جدا، وهنا مثلا المفروض ان انا هبقى في باب فالناس داخله جوه الباب، هتلاقي المنظر الطبيعي. وممكن برضو تنزل شخصيات زي ما انت عايز، فتخيل الموضوع ده لو حاولنا نعمله يدوي هياخد مننا وقت قد ايه. كانت إضافة جميلة، وفي إضافة تانية إن شاء الله احتمال نتكلم عليها، كنا بس مش موجود، ما نزلش مع 3 دي ماكس، احنا بنجيبها برضه من النت وبنشتغل عليها، إن شاء الله نشوفها مع بعض. بنعمل مسار للسيارات ونبدأ نشوف المدينة كلها، تلاقي السيارات كلها نزلت مرة واحدة بحركة بنورة كل حاجة. إن شاء الله نشوفها مع بعض بإذن الله. أخوكم عمر سليم.